قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج رايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الإيمان بدون أعمال ميت. وقد أغنى الحلقة عبر الهاتف الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين برميمين، حيث ركز الحوار على دور الأعمال الحياتية وارتباطها بالإيمان الصادق، حيث أن الإيمان بدون عمل يفقد الخلاص، كما أن الله يحاسبنا وفقا لأعمالنا. فإلى هناك أبونا، موضوعنا اليوم الإيمان بدون أعمال ميت. وكنت عم بحكي مع أبونا جورج إنه كلمة ميت يعني كلمة قاسية. لهذه الدرجة إيماننا إذا ما توج بأعمالنا هل يكون إيماننا ميت؟ يعالج القديس يعقوب في رسالته هذا الادعاء عن بعض المسيحيين أن الإيمان وحده دون الأعمال يكفي للخلاص. بهذا يبرر الإنسان أيضا تقصيره في إتمام واجباته الدينية وعمل الخير، مدعيا أيضا أن الإيمان وحده قادر أن يخلصه. على هؤلاء يجيب القديس يعقوب ومعه الكتاب المقدس. القديس يعقوب يقول: ما المنفعة يا إخوتي إذا قال أحد أن له إيمانا ولا أعمال له؟ ألعل الإيمان يستطيع أن يخلصه؟ إن كان أخ أو أخت عريانين وليس لهما قوت يومهما، فقال لهما أحدكم: اذهبا بسلام واستدفئا واشبعا، ولم تعطهما ما هو من حاجة الجسد، فما المنفعة؟ كذلك الإيمان إن كانت غير أعمال فهو ميت في حد ذاته. يبين القديس يعقوب أن عواطف الرحمة والشفقة وحدها لا تكفي، كذلك الإيمان وحده لا يكفي بدون أعمال. ماذا ينفع أن تقول للمستعطي اذهب الله يعطيك دون أن تمد له يد العون؟ كذلك يؤكد القديس يعقوب أن الإيمان وحده بالأعمال هو ميت، ولا يبرر الإنسان بالإيمان وحده بل بالإيمان والأعمال. ترون إذن أن الإنسان بالأعمال يبرر لا بالإيمان وحده، فإنه كما أن الجسد بغير الروح ميت كذلك الإيمان بغير الأعمال ميت. ويقول أيضا القديس يعقوب في مكان آخر: الشياطين تؤمن لكن إيمانها لا يخلصها لأنها عاجزة عن عمل الخير. يقول: أنت تؤمن أن الله واحد، والشياطين أيضا يؤمنون ويرتعدون. نجل القديس متى حول هذا الموضوع، ففيه الكثير من الكلام الذي يثبت أنه لا يكفي أن يؤمن الإنسان أو أن يصلي حتى يخلص، بل يجب أن يعمل الأعمال الصالحة. أولا، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب أي من يؤمن بكلامي يدخل ملكوت السماوات، ولكن الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات هو يدخل ملكوت السماوات. في مكان آخر للقديس متى: إن كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، ألم نكن باسمك تنبأنا، أو باسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أعلن لهم أن لم أعرفكم قط، فاذهبوا عني يا فاعلي الإثم. تثبت هاتان الأيتان أن الإيمان بكلام المسيح وحده لا يكفي لكي نخلص، بل يجب أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة هي التي تخلصه. هذا ما يبينه أيضا القديس متى في الآيات التالية: من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم التلميذ، فالحق أقول لكم إنه لن يضيع أجرهم. وأيضا إن ابن البشر مزمع أن يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد بحسب أعماله. في مثل الابنين وطاعتهما، الأول يقول: لا أريد أن أعمل، ثم يذهب ويعمل، والثاني يقول: أريد أن أعمل ثم لا يذهب، أي يؤمن ولا يعمل. فمن بينهما فعل إرادة أبي؟ فقال له الأول، فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. نعم، يسبقون أولئك العشرين والفريسيين الذين يأمرون بالوصايا ولا يحفظونهم. وفي الدينونة الأخيرة يقول لنا القديس متى أن الدينونة الأخيرة سوف تكون على الأعمال وليس على الإيمان وحده. حينئذ يقول الملك الذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رسل الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني،
ومريضا فعدتموني وسجينا فزرتموني، إنكم كلما فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه.